تغيير كبير في موقف بعض الدول الأوروبية تجاه الحرب الدائرة في غزة التي اندلعت منذ أكثر من 5 أشهر. التغيير تجلى في دولة إسبانيا التي أعلن وزير خارجيتها خلال زيارته إلى الأردن ضمن جولته بمنطقة الشرق الأوسط عزم بلاده بدء الإجراءات اللازمة للاعتراف بدولة فلسطين حتى يكون لها مكان بمنظمة الأمم المتحدة. قرار إسبانيا ليس فردياً، وإنما تشترك فيه كل من أيرلندا وسلوفينيا ومالطا ومؤخراً بلجيكا، إذ أعلنت وزيرة خارجيتها حجة الحبيب نية بلادها الاعتراف بدولة فلسطين ولكن في الوقت المناسب. التغيير الأوروبي ليس تجاه فلسطين وحسب، وإنما تجاه إسرائيل أيضاً التي تسببت في غضب كبير إزاءها عقب واقعة مقتل 7 عمال إغاثة تابعين لمنظمة World Central Kitchen في غارة إسرائيلية على قطاع غزة، بينهم مواطن يحمل الجنسية الكندية، وهو ما دفع كندا لمطالبتها بإجراء تحقيق كامل في الواقعة.